تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم إن شاء الله بنتطرق لأمور طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم ومداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وجاي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في الإخراج نمر محمد، وتقدم لكم الحلقة اليوم الدكتورة عاشة البسطي. حياكم الله. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. صحة وسعادة. مستمعينا، طبعا مثل ما عودناكم أول فقراتنا تكون الفقرات التغذوية. اليوم موضوعنا مهم ومميز كذلك. طبعا في فصل الصيف تتغير درجات الحرارة وتكون جدا مرتفعة، طبعا هالشيء أثر على أشياء وايدة في حياتنا. فاليوم موضوعنا جدا مهم اللي يخص التغذية وكذلك حفظ الطعام في فصل صيف والطرق حفظه كذلك عشان نتأكد من سلامة هذا الطعام. في أطعمة نقدر نخليها فترات معينة وفي فترات طويلة، بس طريقة الحفظ تراها وايد تأثر. في طرق معينة أو في إرشادات معينة نحتاج نعرفها ونتعلمها ونطبقها كذلك عشان نتأكد أن الطعام اللي حفظناه بطريقة صحيحة وما يتعرض لأي فساد أو أي شيء ويأثر في النهاية على صحتنا وجسمنا. ويانا اليوم أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي ثريا التميمي. صبحت الله بالخير ثريا. صبحت الله بالنور دكتورة عاشة، كيف حالكم؟ الله يسلمك، الله يسلمك. الموضوع جدا جميل صراحة ومهم كذلك، خاصة في هذه الفترة ارتفاع درجات الحرارة عندنا، نحتاج يعني شيء أساسي عندنا حفظ الطعام، بس طريقة حفظه هاي تأثر على سلامته وفي النهاية سلامتنا كذلك. فحابينك تعرفين أكثر عن طرق حفظ الطعام في الصيف. نعم طبعا مثل ما تفضلتي، في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة، ومع دخول فصل الصيف من الضروري الاهتمام بصحة الغذاء وأهميته نظرا لتأثيره بالجو وتغيرات درجة الحرارة، كما أنه يكون السبب الرئيسي لبعض الحالات المرضية وأهمها التسمم الغذائي والذي يعتبر الأكثر شيوعا في فصل الصيف. صح. وتزيد طبعا مخاطره على فئة من الفئات العمرية مثل كبار السن، مثل الأطفال والرضع، مثل المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل. طبعا اليوم بنتكلم أو بنتطرق إلى العوامل الأساسية التي تؤثر في حفظ الطعام. من هذه العوامل عندنا التسوق، الشراء والنقل والحفظ. بالنسبة لعملية التسوق، طبعا هي الحلقة الأساسية في سلامة الغذاء نظرا لإمكانية تعرض المواد الغذائية لخطر التلوث والتلف نتيجة الممارسات الخاطئة خلال عملية التسوق. وطبعا أكدت مراكز الرقابة الغذائية أن كثير ما يتعرض الغذاء للتلوث والتلف نتيجة عدم اتباع الممارسات الصحيحة لنقل المواد الغذائية. لذلك عند البدء بالشراء نبتدي أول شيء في مرحلة التسوق بشراء المواد الجافة أولا، كالحبوب والبقوليات والمعلبات، مع التأكد أن خلوها من الانتفاخات المعلبات، وأيضا مراعاة قراءة البطاقة الغذائية وهي طريقة حفظها. ثم نبتدي بالخضار والفواكه، ثم آخر شيء طبعا يكون المواد المبردة مثل الحليب والألبان والأجبان والمجمدة اللحوم والأسماك والدواجن، طبعا لتجنب ارتفاع درجة حرارتها وبالتالي تلفها، عشان شي نخليها آخر شيء. مهم جدا في عربتي للتسوق
لازم أفصل بين الأغذية النيئة اللي نقصد بها اللحوم والأسماك والدواجن والخضار والفاكهة، ما نحطهم عدال بعض علشان نتدافع حدوث التلوث المتبادل. ممتاز. خلال عملية النقل، طبعا النقل نحن نقصد فيها من المحل أو من مخازن الأغذية إلى السيارة إلى المنزل، لازم نحن نوضع اللحوم والأسماك المبردة والمجمدة في ثلج خلال نقلها. النقطة الأساسية والمهمة، نتجنب وضع المواد الغذائية في الصندوق الخلفي للمركبة أو للسيارة. صحيح، نقطة جدا مهمة. نعم، ونوضعها في المقعد الخلفي للمركبة مع ضرورة تشغيل المكيف، مع مراعاة أن نحن نوقف السيارة في مواقف مظللة عشان نحن نقلل درجات الحرارة الداخلية للسيارة. ممتاز، شكرا أنك يعني اتطرقتي لهالنقطة، لأن مرات الواحد من العيلة طالع من يعني هو بعد ما بشاري الأكل ما يلس يقسم أكله، يعني على طول بيحطه في سيارة وبيطلع قبل ما تكون قبل يعني ما يتأكد من برودته. بس هاي النقطة جدا مهمة وتأثر حتى على سلامة الأشخاص نفسهم. أستاذة ثريا، بس عندنا مداخلة إن شاء الله. صباح الخير أبو علي. صباح النور، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الله يسلمك أبو علي، تفضل. دكتورة يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتورة عندي سؤالين، سؤال واحد عن الحمية وسؤال عن حفظ الطعام. تفضل. أنا طبعا زوجتي طباخة شيف، ما شاء الله، تعلمت منها يعني هالأشياء، ما شاء الله. على طول أول ما أطبخ بس أعرف المعلومة. نعم. صح ولا غلط؟ من أطبخ وخلص على طول حطيته كيس صحون يبيعوهن. أيوة. يكون تخلي الطعام دافي لتحت شمعها، صح؟ اللي تكون مثل صحون البوفيه بس على أصغر وتحتها شمعة. أيوة. أما إذا ما كانت عليها يعني المفروض ما يكمل الأكل خصوصا الدياي 20 دقيقة، قبل 20 دقيقة المفروض يكون يعني قبل ما يبرد يكون في الثلاجة، لأنه في بكتيريا كل 20 دقيقة بكتيريا تسوي ملتبلاي. يعني أنت قبل ما بس أستفسر من السؤال، أنت قصدك قبل ما يبرد الدياي بالكامل أنت تحطه في الثلاجة؟ قبل ما يبرد الأكل كامل اللي طبختيه. ايوه، طبختي بشوربة او طبختي باي شيء. ايوه، اكمل دياي 20 دقيقه برا الثلاجه. ايوه، لازم من الطبخي وتخلصي لازم على طول يا تاكلي، اذا ما اكلتي خلال ال 20 دقيقه لازم تحطيه في الثلاجه، اذا كان برا تتكاثر فيه البكتيريا. هذه بخصوص كل 20 دقيقه تتكاثر البكتيريا دبل. هاي بخصوص حفظ الطعام، صح؟ حفظ الطعام هذا السؤال. ايوه، عندي بعد ما اعرف اذا كان تقدر تبدا على الساري. انا الحين عندي برنامج كيتو. نعم. اشتريت كيتو، وبس البرنامج اللي اشتريته اخترت كل خضروات في الفيجيتابل، ما في لحوم ولا سمك ولا دياي. نعم. بس حطوا لي بيض انه عشان تعوض البروتينات في البيض وكذا، هاي الاشياء يعني. ابي اعرف هالبرنامج يعني صح ولا لا، مع انه انا ما احس باي نقص يعني، ولا دوخه ولا شيء، واشوف وزني نقص خلال اسبوع، نقص 5 كيلو يعني. خلاص إن شاء الله بنجاوب على الأسئلة مع الأستاذ ثريا. شكرا على المداخلة أبو علي. أستاذ ثريا، عذرين على الانقطاع في بخصوص الموضوع نفسه، بس بعد كذلك السؤال أبو علي جدا مهم بخصوص طريقة الحفظ، أن بعد الطبخ على طول أن يعني خلال 20 دقيقة المفروض أو يعني يتبرد الأكل يعني في الثلاجة، وكل ما أخرته كل ما نسبة أو البكتيريا اللي فيه تتضاعف، فهذا أول استفسار بالنسبة له. أوكي، هذا الكلام اللي قاله صحيح. طبعا بالنسبة للأغذية المطبوخة أو المطهوة لازم نحن أول شيء نراعي إن إحنا ناخذها في نفس الوقت وناخذ الكمية اللي نحن نحتاجها. إذا احتاجنا إن نحن نخزنها لازم نحن نخزنها بطريقة أسرع، بس ما يكون إذا بغينا نبردها لازم نبردها سريعا في فصل الصيف خصوصا. ممكن. أن نبردها يا أن نحطها في حمام ثلجي عشان تتبرد بسرعة، لأن إحنا ما نضمن درجة حرارة الغرفة أو الدرجة اللي موجودة. صح. الدرجة الصحيحة. صح. لأن المكان اللي محطوط فيه درجة الغرفة اللي هم يقصدون فيها 25 أو أقل، ولكن إحنا ما نعرف المكان اللي يالسين فيه كم درجة الحرارة، لذلك دائما أجهزة الرقابة تشجع وتحذر أن المفروض أن إحنا نبردها بطريقة أسرع، أن نحطها في حمام ثلجي ومن ثم ندخلها في الثلاجة. أيوة.
بهالطريقة تكون بردت بعد وحطيتها في ثلاج، وما حطيتها في ثلاج وهي بعد حارة. هي. وفي نقطة بالنسبة للبكتيريا اللي تكلم فيها الأخ، أن البكتيريا طبعا إذا توفرت لها البيئة تنشط وتتلف المواد الغذائية، إذا كانت المواد الغذائية درجة حرارتها بين 5 درجة مئوية إلى 63 درجة مئوية. طبعا في هاي الفترة ممكنها تنشط البكتيريا، عشان كذي الحين نبردها سريعا توصل لأقل من 5 درجة مئوية، أو نسخنها بأكثر عن 63 درجة مئوية، اللي هي تطلع لنا الأعراض أنها أوردي أو أنها سخنت إذا طلع البخار أو طلعت الفقاعات، وبذلك نحن وقفنا نمو البكتيريا. ممتاز. وبالنسبة للسؤال الثاني بخصوص برنامجه، طبعا برنامج الكيتو أو البرامج التغذوية الحميات الغذائية نحتاج نطرق لها في حلقة خاصة فيها، يعني خصوصا الكيتو يعني أيوة. ما شاء الله حلقة كبيرة بس باختصار بخصوص الإجابة عشان نطرق الموضوعنا، لأن موضوعنا جدا مهم ووصلنا من ناحية نقل الأطعمة. بالنسبة لاختيار للخضروات وضافوا للبيض عشان يعوض البروتين، طبعا أنا لازم أذكر نقطة مهمة جدا، أن البروتينات الموجودة في الأغذية عامة سواء كان في البيض أو سواء كان في اللحم أو غيره أو البقوليات تختلف من طعام لآخر، كل واحد له أهمية. يعني عشان شي نحن عندنا التنوع في البروتينات عامة، يعني لازم ناخذ مو بس البيض نعتمد، أو نعتمد على اللحم، أو نعتمد على البقوليات الأخرى. فيجب أن يكون عشان أنا أستفيد من جميع العناصر الغذائية ومن جميع الفيتامينات ومن جميع المعادن الموجودة في البروتينات عامة، لازم أنوع فيها أفضل عشان ما أتعرض لتعرفين الزيادة في الشيء أو الاستهلاك المتكرر للمادة الغذائية ممكن يعرضنا لأعراض أخرى مثل الزيادات الأخرى مثل الأمراض المزمنة وما إلى ذلك. فيجب أن ينوع في البروتينات اللي أعطوا إياها. أيوة وهذه الإجابة. نرجع لموضوعنا الأساسي اللي هو حفظ الطعام. نحن وصلنا أن نقل الطعام للسيارة. للسيارة. إنزين. طبعا مهم جدا أن نحن نتسوق من المحلات القريبة من المنزل، وما نحط لنا كم المشوار في نفس الوقت، وما نخلي التسوق تسوق شامل. يعني أنا بمير البيت كامل من أدوات التنظيف ومن هاي الأشياء كلها، خصوصا في فصل الصيف. صح. لازم أنا أوزع أو الأيام كلها يوم حق المواد الغذائية، يوم حق أدوات التنظيف وما إلى ذلك. إذا نحن تركنا نسينا مثلا في المركبة أو في السيارة بعض المواد الغذائية لفترة طويلة، يجب التخلص منها نهائيا، ولازم أيوه. ما نرجعها مرة ثانية إلى الثلاجة وما إلى ذلك. نرجع لنقطة الحفظ باختصار أستاذ ثريا، لأن الوقت داهمنا. طبعاً في الحفظ لازم إحنا أول ما نوصل البيت أول شيء نشله المثلجات والمبردات. المثلجات طبعاً اللحوم والأسماك لازم نحن نقسمها في أكياس محكمة عشان من عصارتها أنها تنتقل من غذاء إلى آخر، ولازم نحن نقسمها للوجبة الواحدة، يعني نحط لنا حق ويبة وحدة نجمدها وننزلها وندوبها وناخذها، ما نرد نجمدها مرة ثانية. الدرجة المثالية للفريزر يكون ماينس 18 درجة مئوية، وللثلاجة أقل عن 5 درجة مئوية. طبعا في بعض الثلاجات موجودات اللي هو الترمومتر، نقدر نحن نحسبه أو أن نحن ناخذ لنا ترمومتر نحسبه، هذا مهم جدا. مثل ما قلنا 5 إلى 63 هني تنمو البكتيريا، فلازم تكون أقل عن 5 درجة مئوية. طبعا حفظ المواد اللي سريعة التلف مثل الحليب والعصير والبيض مو في باب الثلاجة، نحطه داخل الثلاجة. ليش؟ لأن الباب الثلاجة هو الأكثر عرضة لتغير درجات الحرارة، وإحنا نعرف البيض والحليب تنمو فيه بكتيريا السالمونيلا اللي هي تسبب التسمم الغذائي. ولازم نحفظ العلب اللي نحن فضيناها منها عشان نعرف تاريخ الانتهاء للمواد الغذائية. الحين ترتيب الثلاجة، لازم في الثلاجة نحط أول شيء الأطعمة المطبوخة اللي جاهزة للأكل، عقب نحط في اللف المتوسط أو النص نحط فيه الخضروات والفواكه، آخر شيء نحط النيئة اللي هو سواء كان اللحوم وما إلى ذلك عشان منع التلوث اللي هو التلوث العرضي. أيوة. يجب بعد أن نحن ما نملي ثلاجة ونترسها عساسا أن نحن نحط سماح للتيار الهواء يمر على كل الأكل، أيوة، عشان يكون المكان كله بارد ونتأكد أن الأطعمة كلها استوت في نفس درجة الحرارة المطلوبة. ما نغلف في الأرفف الثلاجة برقائق الألمنيوم وما إلى ذلك عشان نحن ما نمنع مرور الهواء.
وايضا عندنا الشيء المهم مهم جدا ان احنا نظافه الثلاجه طبعا تكون مهمه جدا لاحتفاظ بالمواد الغذائيه الكبيره وراء والصغيره قدام عشان نشوف تاريخ الانتهاء. نستخدم العلب البلاستيكيه المخصصه للتخزين، ارد وعيد المخصصه للتخزين ومحكمه القفل وليس ذات الاستخدام الواحد. وأكياس الجمعية دخيلكم لا تستخدمونها للتخزين لأن الحرارة طبعاً في أكياس مخصصة أن نحن نستخدمها حق التخزين. أيوة أستاذة ثريا، صراحة داهمنا الوقت مع أن الموضوع جدا مهم ويحتاج أكثر عن حلقة صراحة، والمعلومات اللي عطيتيني إياها جدا مهمة. نشكرك أستاذة ثريا التميمي. كلمة أخيرة أن لازم نحن نثقف الفئة المساعدة في المنزل على طرق حفظ الأطعمة عشان نحن نتفادى وجود أي تسمم غذائي. هذا جدا مهم كذلك. أستاذة ثريا التميمي، أخصائية تغذية في هيئة الصحة في دبي، شكرا لك. العفو. مستمعينا الأعزاء، طالعين فاصل ورادي لكم. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء، رجعنا لكم البرنامج صحة وسعادة. أذكركم برغم التواصل ويانا 6005551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله. طبعا نحن الفترات اللي أحدى اللي طافت والحين دائما في جملة تنذكر دائما اللي هي تخص الابتكار. شو هو الابتكار بالضبط؟ وهل هو مهم جدا لحياتنا؟ وهل هو الشيء معين ولا في معظم مجالات حياتنا نقدر يكون جزء حتى من حياتنا؟ الابتكار هو مقدرتنا على تطوير فكرة أو عمل أو أي شيء أو حتى أي أسلوب في الحياة بطريقة أفضل وأيسر وأكثر استخدام. طبعا يختلف عن الاختراع، يختلف عن التحسين، لأنه بتطلع من الفكرة فكرة أحسن عنها. طبعا من أهم الأشياء اللي أسستها هيئة الصحة في دبي في العام الجاري مركز الابتكار الصحي الذي جاء متوافق في برامجه وحزمة مبادراته وأهدافه مع التوجهات العامة للدولة اللي اعتمدتها الهيئة، إيذانا بمرحلة جديدة من التمكين وتعزيزا لجودة الحياة والوصول إلى المستقبل. هو في 2018-2021 بخصوص مركز الابتكار الصحي، وجاء تدشين المركز تأسيسا على الخطوات المهمة اللي قطعتها هيئة الصحة بدبي خلال السنوات القليلة الماضية على طريق الابتكار ومجمل المشروعات اللي نفذتها ومجموعة التقنيات المتصلة بالحلول الذكية والذكاء الاصطناعي التي استحوذت عليها واللي تم توظيفها وتسخيرها لخدمة المرضى من خلال مختلف التخصصات الطبية. حول هالموضوع وعن المركز ودوره في دعم التحولات الاستراتيجية للهيئة فيما يتعلق بالتقنيات المتطورة والحلول الذكية، يسعدنا يكون ويانا اليوم الأستاذ مي الدوسري مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أستاذ مي. صباح النور والسرور دكتورة ندى. أهلين دكتورة، عاش وياك اليوم. عاش نفس صوتها. سبحان الله. أهلين أستاذ مي. طبعا مركز الابتكار الصحي طبعا من أهم الأشياء اللي تنفذت في هيئة الصحة في دبي في العام الجاري مثل ما ذكرنا، فشو اللي يعنيه مركز الابتكار الصحي للهيئة؟ وشوفي دكتورة، رسالة الهيئة واضحة في موضوع إنشاء المركز وتبني الابتكار المؤسسي سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى القطاع الصحي. الرسالة هي إرساء منظومة للإبداع والابتكار تعني بتوليد الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس. طبعا الأفكار هذه ممكن تكون سواء من الأبواب مفتوحة سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى الإمارة عن طريق مختلف المناصب اللي موجودة، وعلى مستوى الجامعات، وعلى مستوى حتى الشركات المعنية بالتقنيات الخاصة في القطاع الصحي. فنحولها إلى واقع ملموس مستدام ويحقق قيمة مضافة لجميع متعاملين الهيئة والمعنيين، سواء يعني أثرها يكون على المتعاملين اللي هم المرضى، نعم، أو على مستوى المجتمع أو حتى على مستوى الأطباء
أو على مستوى حتى الشركات التقنية ومستوى الحكومة. فنحن يوم نتينا أي تقنية نحن نشوف أثرها من مختلف النواحي. ممتاز. فهذا هو دور المركز الأساسي، أن نحن نتبنى هاي النوع من الأفكار اللي يكون أثرها فعلا ملموس ومستدام. ممتاز أستاذ مي. طبعا في المركز مجموعة من الأعمال المبتكرة المنفذة والملامسة كذلك الواقع الهيئة وخدماتها المختلفة، فممكن تحدثينا عنها؟ احنا عندنا يعني عندنا مجموعة مبادرات، وعندنا يعني المبادرات هذه تكون بحسب المشاريع اللي موجودة، سواء مثلا على مشاريع مبادرات دبي 10X، مشاريع مبادرات مسرعات المستقبل، من غير المشاريع اللي تشتغل عليها قطاعات وإدارات الهيئة. فنحن هني في المركز نستقبل يعني نجهز لهم البيئه، اذا في حاله يبون يسوون اختبار تجريبي لتقنيه معينه يجون عندنا في المركز، نحن نوفر لهم البيئه التقنيه والاحتياجات اللي هم يبونها ويسوون لها الاختبار التجريبي. فنحن يعني نساعد هاي الادارات ان يشوفون كيف هاي التقنيه الجديده اللي داخله الذكاء الاصطناعي هذا كيف يعني كيف أثره بيكون، يجون يجربونه عندنا في المركز وهم موجودين الحين قدام ياسين. ما شاء الله، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لكم كذلك التوفيق. الله التوفيق للجميع. فيعني هذه ما شاء الله. أستاذ مي، بخصوص مجلس الابتكار الصحي طبعا له اختصاصات وله أهداف كثيرة، ممكن تحدثينا عنها؟ مجلس الابتكار الصحي هم يعني الجهة اللي تعطينا التوجهات للأعمال اللي نحن نشتغل فيها، توجهات الحكومة، توجهات الإدارة العليا في الهيئة، توجهات المبادرات الجديدة اللي تطلع عنا. فهم اللي يعني هم المسؤولين في حوكمة المركز وإيصال هذه التوجهات لنا لتنفيذها. ممتاز. فطبعاً نحن يعني الدعم المباشر يكون اللي يجينا كمركز، من ناحية تبني حتى الأفكار، تبني المبتكرين، مقابلة المبتكرين، مقابلة الشركات، كله يكون مع مجلس الابتكار. فدور المجلس وايد داعم للمركز ولفريق المركز وللمعنيين في الابتكار في الهيئة. ممتاز. أستاذة مي، كذلك بخصوص شو هي أهم ملامح استراتيجية الابتكار اللي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها؟ ملامح الاستراتيجية شبه، إحنا عندنا أكثر من مبادرة. نعم. تقريبا عندنا أربع مبادرات، منها تعزيز ثقافة الابتكار، وتحت المبادرة هذه فيها مجموعة تحت هذا البرنامج مجموعة مبادرات. نعم. عندنا تطوير عمليات إدارة الابتكار، وهذا اللي احنا شغالين فيه حاليا وإن شاء الله بتسمعون عنه أخبار قريب. عندنا الابتكار في الخدمات، تحسين خدمات الهيئة، أنه نحن ندخل فيها تقنيات حديثة وذكية. ممتاز. وفي عندنا تعزيز مكانة القطاع الصحي في إمارة دبي، ونخليها وجهة رائدة وتكون حاضنة الابتكار على مستوى الإمارة. فهذه الملامح الرئيسية للاستراتيجية، وعندنا مجموعة مبادرات حطيناها كأولويات لين 2021 وبناء عليها يتم تطبيقها. ممتاز، نتمنى لكم التوفيق أستاذة مي. الله التوفيق للجميع. الله يخليك أستاذة مي. كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام؟ الكلمة الأخيرة إن شاء الله بتكون نحن إن شاء الله أشكرهم على الاستماع وشيء المحادثة هذه، وإن شاء الله في مرحلة من المراحل بنكون نحن كمركز ابتكار في واصلين لحتى شرائح المجتمع ناخذ منهم أفكار، فإن شاء الله هذه موجودة في الخطة إن شاء الله، وتسمعون عنا إن شاء الله كل الأخبار الطيبة قريب. إن شاء الله إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق أستاذة مي الدوسري. مشكورة. مدير مركز الابتكار الصحي في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو، مع السلامة. مع السلامة.
مستمعينا الاعزاء طالعين فاصل ان شاء الله وراجعين لكم. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم بارقام التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. الحين دور دراستنا. دراستنا تقول اكتشاف جديد يعطي أملا لعلاج الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر. طبعا الحين يمكن سبحان الله تقدم الطب، تقدم التشخيص، يعني حتى التشخيص يكون يعني متقدم وتقدم الحمد لله في الأشياء الطبية، ابتدأ يعني اكتشاف الأمراض تكون أسرع وأكثر. واحد من هالأمراض اللي يمكن الأشخاص يعني يحاتونها مرض الألزهايمر، خاصة بالنسبة لكبار السن. فالناس تخوف من ناحية إذا شخص عندهم كبير في السن ابتدأ ينسى، خاصة إذا ينسى الأشياء اليومية في حياته ويتذكر أشياء تكون قديم أو قبل يعني مستوي من سنين، وابتدأ ينسى أشياء يوميا يسويها، يمكن حتى نسى غداه اللي يتغدى أو نسى ريوقة أو نسى شيء بسيط في حياته. فصراحة يعني بخصوص الدراسة ذكرناها أن اكتشاف جديد يعطي أمل لعلاج الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر، هو من الأمراض اللي تشد انتباه الناس خلال هالفترة، وايد يمكن ابتدأ ينتشر أكثر أو تشخيصه يكون أسرع بالأحرى. أشار بحث جديد إلى أن مرض الزهايمر قد يكون ناجم عن الشعيرات الدموية في المخ التي يتم ضغطها، وغالباً ما يكون ضعف تدفق الدم عبر العضو الحيوي الدماغ علامة تحذير مبكرة على أن شخصاً ما يعاني من اضطراب أو سرقة اضطراب الذاكرة. واكتشف العلماء كذلك مؤخراً أن بروتين أميلويد بيتا اللي يسبب تراكم اللويحات في دماغ مريض الزهايمر يضيق الأوعية الدموية، وهالانقباض يمكن أن يؤدي إلى تدفق نصف إمدادات الدم فقط في الدماغ، مما يحرمه من خلايا الأكسجين والمواد المغذية الحيوية. ويأمل العلماء أن يتمكن الدواء اللي يمنع قدرة أميلويد على تضييق الشعيرات الدموية من وقف التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر، إلا أن هذا العلاج ما يزال بعيد المنال. وأجريت الأبحاث في جامعة لندن بقيادة الدكتور روز نورتلي من قسم علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء وعلم الصيدلية. وقال نورتلي كذلك: حددت دراستنا للمرة الأولى الآلية الكامنة وراء تخفيض تدفق الدم إلى الدماغ في مرضى الزهايمر، ونظرا لأن انخفاض تدفق الدم هو أول علامة يمكن اكتشافها سريريا لمرضى الزهايمر، فإن بحثنا يولد خيوطا جديدة للعلاجات الممكنة في المرحلة المبكرة من المرض. يعني شيء جميل أن من البداية، يعني سبحان الله إذا من البداية الشخص ادارك المرض وكان العلاج مناسب له الحمد لله، يعني الشفاء بيد الله. طبعا يعني أعراض المرض تبتدي تقل، أشياء كثيرة، حتى المضاعفات للمرض نفسه تكون جدا أقل أو حتى تختفي تماما، يعني فمن البداية. فنتمنى التوفيق إن شاء الله لهم، وإن شاء الله يطلع العلاج في قريبا. يعني بخصوص اللي هو الأعراض، يعني بخصوص العلاج المبكر للأعراض المبكرة لمرض الزهايمر. طبعا المرض نفسه يمكن شخص الأشخاص اللي عندهم حد عند الزهايمر يلاحظون تطور، يعني مرات يكون بطيء مرات يكون سريع، بس أول ما يحس الشخص أنه ابتدى يعني ينسى أشياء، حد نبهه أو حد في البيت انتبه أن الشخص معين خاصة كبار السن ابتدوا يعني ينسون أشياء. طبعا احنا عارفين كبار المواطنين أو كبار السن يعني
أنهم كفحوصات أو أن بروح عند الطبيب أو يعني المواعيد الطبية يمكن ما يتقبلونها كثير أو يتخوفون منها أو يمكن عساس كذي ما يطلعون كل الأشياء اللي يحسوبها أو اللي يحسون أنها فيهم. فأي شخص سبحان الله إذا انتبهت لأحد من الأهل عندك ابتدأ ينسى الذاكرة عنده القديمة يمكن متذكرنها بس الجديدة ابتدأ ينساها، تغير في نمط حياته أو في أسلوبه حتى يعني. فيفضل أن حد يذكره أو حد يخبره أو أي خبر حتى الناس اللي أو إذا كان يعني قريب لي للتحاليل الطبية كذلك لفحصه الشامل وكذلك للنصايح الطبية اللي الطبيب بعد الفحص بيعطيها إياه. حتى لو ما نقول أن في دواء كامل بيوقفت بس على الأقل المتابعة من البداية أكون عارفة بخصوص المشكلات اللي بيصادفها هذا الشخص كيف أحلها له، شو الأشياء اللي يحتاجها يعني خلال الفترة هذه والفترة المستقبلية، كيف الاعتناء فيه سواء في أكله سواء في لبسه سواء في حتى أدويته، لأن في ناس وايد على أدوية معينة فصعب الشخص ينسى ياخذ دواء أو ياخذ الدواء وينسى أنه ما أخذ دواء يرد ياخذ جرعة زيادة. ففي أشياء معينة يعني يحتاج الشخص يتعرف عليها أكثر عن طريق طبيبه وأخصائي اللي مختص بالحالة نفسها بخصوص هذا الموضوع نفسه. الثقافة الطبية سواء للأهل أو كذلك سواء للأهل أو المقربين من الشخص وكذلك من الشخص اللي يعتني بالشخص نفسه اللي عنده ألزهايمر، هذا الشيء جدا مهم. يعني ما فقط بعرف الأهل أو باخذ التعليمات من الطبيب نفسه، كذلك نفس الشيء الشخص اللي يعتني بالمريض يحتاج يكون عنده تدريب بخصوص حالة المريض نفسه، يتابعه بخصوص أدويته بخصوص كذلك أشياء كثيرة. يعني طبعا مزاجه، تغير مزاجه، طبعا نومه بيكون مختلف، فهاي الأشياء كلها تلعب دور. فيحتاج أنه أول ما نلاحظ الشخص ابتدى خاصة كبار السن ابتدى الشخص يحس بأنه ينسى، مزاجه تغير، يعني الشخص كان هادي ابتدى يعصب أو يبتدى نومه يقل بطريقة كبيرة. فهذا يستدعينا هذا الشيء أن على طول على الأقل فحوصات يشوف الطبيب. في ناس بتقولك عامل الفحوصات يمكن من شهرين أو مثلا بعده لين موعد الجاي، على الأقل حتى لو عامل فحوصات المخبرية وكانت سليمة بس المتابعة مع الطبيب نفسه، يعني متابعته مع الطبيب نفسه أساس يشوف الحالة فيها تقدم فيها تأخر. كذلك النصايح الطبية يمكن في ناس وايد ما تعطيها أهميتها بس هي جدا مهمة، النصايح الطبية خاصة للمرضى اللي عندهم الزهايمر. نفس ما قلت لكم بالنسبة للأهل اللي موجودين في البيت، بالنسبة للمريض نفسه إذا بعده يعني في بداية مرضة يعني بعده يكون مركز يكون عارف الأشخاص اللي حواليه، ما بعلى طول يعني المرض يعني يأثر فيه بحيث ما يبتدي ينسى، لا. والشخص اللي ياخذ أو يعتني بالشخص نفسه في مرات يكون مساعدين في البيت، في مرات يكون ممرضين في البيت، في مرات يكون من نفس الأهل يعني البنت أو الولد أو يعني أو الزوج نفسها أو الزوج هم اللي يهتمون بالشخص نفسه. فالنصايح الطبية تكون جدا مهمة، تدريبهم على بخصوص الأدوية جدا مهم، الجرعات، وقت الدواء، يعني هالشيء، حفظ الأدوية. نحن ذكرنا في فقرتنا الأولى بخصوص حفظ الأطعمة في وقت الصيف، الحين عندنا الدواء جدا مهم بخصوص حفظه في وقت الصيف. الأدوية وين أحفظها في وقت الصيف؟ المكيف شغال ولا أنا سكرت المكيف وطلعت والدواء في القرفة؟ الحرارة طبعا الحين هالفترة وايد تكون مرتفعة، الدواء وياي في الشنطة حطيته في السيارة نسيته رجعت عقب ساعة ساعتين، الأدوية تتأثر بشكل كبير.
كثير، يعني الأكل يمكن تغير ريحته، فأنا على طول أنتبه لمعظم الأحيان إذا فسد، بس الأدوية ما تتغير ريحتها، ما يتغير حتى لونها، فما بتعرف عليها بسهولة. فحفظ الأدوية كذلك خاصة في فترة الصيف جدا مهم، نتبع الإرشادات اللي تكون محطوطة على الدواء نفسه بخصوص درجات الحرارة نفسها، يعني خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني يأخذون الأدوية حق 3 شهور ومرات حق 6 شهور، فيحتاجون الأدوية تكون محفوظة فترة طويلة، خاصة أن هال3 شهور اللي جاية في أدوية نقدر نحفظها في الثلاجة، في أدوية تحتاج بس حرارة الغرفة، فنقدر نعرفها عن طريق الإرشادات اللي موجودة على علبة الدواء نفسه. في أدوية لازم تكون في الثلاجة أو نحفظها حتى يوم نطلع، طرقنا مرة الموضوع الإنسولين، الواحد يوم يسافر بخصوص الحقيبة اللي تحفظ الحرارة عشان الإنسولين ما تنخفض حرارته ويفسد الدواء، ومرات أكون ما بعرفة أن فسد الدواء أو اخترب لأن ما في بوادر على الدواء تبين هذا الشيء، بالعكس أخذ ضرر أكثر من أخذ فايدته، وخاصة لكبار السن لأن يكون معظم الأحيان يعتمد على شخص ثاني أن يعطيه الدواء، في كبار يعني في حد يعتمد على نفسه وفي حد يعتمد على حد ثاني أن يعطيه الدواء، وثاني شيء هم نفس الشيء بتكون معظم غرفهم دافية أكثر من أنها مبردة لأن يحسون دائما بالبرودة في جسمهم، وما يفضلون يعني سبحان الله كبار السن ما يفضلون المكيفات يعني طول الوقت، فبتشوفهم بند المكيف فاتح النافذة شوية تتهوى القرفة، بس ننتبه من ناحية حفظ الأدوية لهم خاصة إذا يأخذون أنسولين يأخذون أدوية معينة، فعلى الأقل حد يكون منتبه لهذه النقطة من ناحية الحرارة ومن ناحية أدويتهم. كذلك بالنسبة لي إذا صار لأي شيء بالنسبة إذا كان طريح الفراش الفترة معينة، فيحتاج خاصة اللي يعتني فيه تعليمه بطرق معينة أساس ما تستوي له التقرحات اللي تكون في جسمه بسبب الضغط من الفراش نفسه، أو من يعني مرات يكونون يعني يكون من سدح فترات طويلة، يعني بخاصة للأشخاص اللي غير قادرين على الحركة فيكونون في أسرة معينة فترات طويلة يعني بالساعات ما يتحرك، فيفضل تعليمهم خاصة اللي يعتنون بهالشخص أن على الأقل تغيير جسمه أو تغيير سدحتي، يعني أحيانا سدح على ظهره عقب ساعة برجع بسدحه على ينب اليمين، عقب ساعة برجع بسدحه على ينب اليسار، أراعي أماكن معينة يكون الـ بحيث أن ما تستوي لهم البيت سورز أو التقرحات من الضغط على الجسم. يعني خلال التبديل بخصوص تبديل أو تنظيف، يعني خلال تبديل ثيابه ننتبه لأي بقع حمراء على جسمهم أو أي التهابات أو أي حتى حبوبة صغيرة بادية تطلع لجسمهم، مرات حتى هذه التقرحات اللي تكون من الضغط تبتدي بهالطريقة، تبتدي مثل حبويبات صغيرة احمرار بسيط في الجسم في الجلد، خاصة لكبار السن يكون جلدهم جد حساس فتبتدي تكبر مع الوقت، فيفضل الشخص اللي يعتني به كبير السن أو خاصة اللي غير قادر على الحركة يركز في أماكن الضغط، عندنا في الظهر، عندي في كعب الريل خاصة لأن معظمهم بيكونون من سدحين أو على ظهرهم، فكعب الريل خاصة يكون يعني دائما من سند على السرير أو على، فالاحتكاك يكون فيه أكثر، فنركز على هالنقطة يوم نبدل لهم يوم نشيك عليهم في اليوم مرة أو مرتين على الأقل، يعني نتأكد أي شيء طفح في الجلد أي شيء بسيط يبتدي يطلع نطلب الاستشارة الطبية على الفور، علاج من البداية سبحان الله يسهل أشياء وايدة خاصة في تقبل العلاج، سرعة استجابة المريض نفسه للعلاج، كذلك بالنسبة لي عدم استخدام حتى يعني ما بيضطر يعني غيارين بتلاحظون أنه ابتدى يخف، على عكس التقرحات من الضغوط على من الضغط اللي تاخذ مرات فترات طويلة لأن الشخص ما انتبه لها من البداية،
يعني شخص ما يعني يكون منسدح ما إذا يشتكي يمكن بس يصيح أو فما حد ينتبه شو فيه يعني ويرد يرقد. مرات الإحساس خاصة اللي عندهم سكر يعني يكونون كبار في السن ما يقدرون يعني يكونون ما يقدرون على الحركة فقلة الألم في أماكن معينة في جسمهم فهالشيء يزيد المشكلة أكثر لأن يعني تكبرت القرحة في نفس الوقت ما في ألم أو تنبيه للمريض نفسه يعني أنه ما يحس بها ويكون ما بعارف وحتى الأهل يمكن يكونون ما بعارفين يعني في بالهم شيء بس يعني هذه يعني تشيك عليهم في هذه النواحي. من ناحية إذا بخصوص الحرارة أو الكحة الدائمة يحتاجون كذلك مراجعة مناعتهم تكون يعني سبحان الله تكون أقل شوي فيحتاجون أن متابعة دائمة عندنا من ناحية الـ من ناحية أساس ما يصير لهم أي مشاكل أو أي مشاكل خلال مرضهم نفسه. بالنسبة لي نوع الأكل كذلك الأكل جدا مهم في من ناحية كبار السن أو حتى الأشخاص اللي عندهم سواء عندهم ألزهايمر ولا لا بس اللي عندهم ألزهايمر طبعا بيبتدي يشتكي أنه أنا ما أكلت وهو يمكن توه ما أكل بس يعني لأنه بيكون ناسي نركز من ناحية الأكل كذلك نوع الأكل كذلك اللي يأكلونه في ناس معينة بتعتمد أن يعني في أشخاص يعني نعتمد أن يكون نوع الأكل محتوي على كل الأشياء اللي يحتاجها الجسم متنوع كامل سواء بروتينات سواء كربوهيدرات سواء فيتامينات يعني يكون طبق صحي كامل يكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم أو السكري الراعي هذه الأشياء من ناحية الأكل اللي يحتوي على كربوهيدرات ويحتوي كذلك على الملح وبكميات كبيرة في يمكن نقطة معينة كبار السن خاصة المواطنين يمكن يفضلون أكلنا الشعبي أكثر من أي أكل ثاني فنقدر بالعكس وايد نقدر أسوي لهم أكلنا اللي ناكل يوميا بطريقة صحية وبطريقة سهلة وبطريقة أنهم يحبون يأكلونه يمكن ابتدوا يبتعدون عن أو يقولوا لك ما نشتي لنا ابتدى يكون أكلهم ما مثل الأكل اليومي اللي هم كانوا متعودين عليه يعني بأطباقنا الشعبية طبعا اللي الكل عارفنا. النقطة بعد كذلك بالنسبة إذا لاحظوا الأهل أنه ابتدى يشرك يعني يأكل ويشرك في هذه وتكرر هالشيء ما مرة واحدة يعني واحد يأكل ويتكلم عادي تستوي للشر بس كان عادي يعني بس تكرر هذا الشيء أكثر عن مرة يفضل كذلك الاستشارة الطبية أساس ما تستوي لهم مضاعفات من ناحية الالتهابات الرئوية وأشياء كثيرة. في تطعيمات معينة كذلك للوقاية من الأمراض يحتاجها كبير السن كذلك هذه الأشياء من الاستشارة يقدر الواحد يأخذها وخصوصا أساس تقييم من الأمراض يعني مثل الأمراض الرئوية التهاب الرئة الإنفلونزا طبعا الإنفلونزا سنويا يقدر ياخذه كل سنة خاصة في موسم انتشار الإنفلونزا أساس حتى لو الشخص يقول أنا خذيته أو أبوي خذاه بس يته الإنفلونزا كذلك حتى لو يته ترى أعراضها تكون جدا أخف من الأعراض إذا أنت ما خذيته يعني المناعة تكون موجودة في جسمك أو موجودة في جسمك بس طبعا تكون الأعراض جدا قليلة. نركز من ناحية شرب الماء كذلك لكبير السن يمكن ما يشتهون الماء وايد أو ما يذكر أنه طبعا معظم الوقت يمكن يكون قاعدين وما الحركة قليلة عندهم فما بيعطشون فما بيطلبون الماء بس نراعي أن نذكرهم نيبلهم الماء طبعا الماء شيء أساسي في لجسم أي شخص كان طبعا إلا اللي موصى أن يشرب سوائل بقدر معين هذا يكون له كلام ثاني يعني ما يكون بالطريقة أن نشرب لا زين وأشربه لا في مرضى يكون عندهم مرض كلى أو عندهم مشاكل صحية في الكلى أو في القلب بس ينصحهم الطبيب مقدار معين يوميا من الماء هذه لا الأشخاص طبعا مستبعدين من أني أقول يشربون كميات كثيرة من السوائل لأن زيادة الماء بعد ضرهم بس في العموم زيادة الماء جدا مهمة. بالنسبة للأشياء الثانية كذلك اللي
مهمة بالنسبة لكبير السن. عندنا المجهود، ما بالمجهود نقدر نقولها قد ما نقولها الممارسات الرياضية أو حتى الحركية في البيت. يعني جميل جدا إذا بيمشي، يعني ما بأنه مو بقادر، إذا قادر يمشي يقدر يمشي فترات بسيطة، حتى لو كل يعني في اليوم 10 دقائق بس مشي برا البيت، يعني في الحديقة البيت، حتى لو في البيت بس نتأكد من ناحية لبسه لشيء مريح بخصوص الأحذية عزكم الله، يعني تكون أنه شيء مريح بالنسبة له وما يؤذي لريله ولا يتعب منه في المشي، ويكون خفيف ما يحس بثقل. ثاني شيء نركز على الأشياء اللي لابسينه كذلك، يعني ما تكون طويلة وايد بحيث يؤدي إلى سقوطهم المتكرر. ثالث شيء بالنسبة للبيت يكون مو يعني في المكان اللي يمشي فيه يكون مكان سليم، ما في مثل يعني ارتفاعات ونزول لا، يكون مستقيم على الأقل يتحرك، أي حركة بسيطة تراها تأثر سواء نفسيا وسواء جسديا على جسد الشخص نفسه وايد، وتكون للأحسن على الأقل يحس الشخص أن دوره بعد موجود، أني أنا لا ما تعبت وقعدت لا، حتى لو تكون يعني بأشياء بسيطة في البيت، يعني يساعدون في المطبخ، يساعدون في أشياء بسيطة تكون في البيت في شغل البيت، يعني مو بأني أقول أشياء كثيرة، بالعكس في الحركة بارك سواء كبير أو سواء صغير، يعني وبالعكس حتى نفسيتهم تحس بها أن تبتدي تتغير، لأن ما شاء الله يكونون متعودين على يعني يومهم يكون مليان سبحان الله، الزيارات كذلك يعني شيء جميل، يعني أنا حين أتكلم بطريقة شيء نفسي، الزيارات سواء نزورهم أو نوديهم يزورون ناس معينة يعني متعودين عليهم أو أصدقائهم السابقين، هالشيء ترى يلعب دور كبير في نفسيتهم وحتى كذلك في تقبلهم للعلاج ومواصلتهم. مستمعينا الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس الوقت إن شاء الله من الساعة 10 لين 11. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، في الإخراج نمر محمد، محدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.